السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للأصدقاء، تحية لمن تابع هذا البث وهذا اللايف. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيفكم دايرين؟ بخير؟ مرتاحين شوية؟ لا بأس عليكم. السبب ديال هاد اللايف وهاد المقطع هو واحد الفيديو انتشر الان في مواقع التواصل الاجتماعي ديال واحد السيد كيجمع تبرعات في احد مساجد هولندا. لما جمع شي فلوس الى اخره وبدا كيتداول هذا المقطع في مجموعه من الصفحات، وبداو الناس تيهضروا تيتكلموا على النصب والاحتيال. هكذا تيهضروا على النصب والاحتيال، كيربطوا ما بين النصب والاحتيال وجمع الاموال في مساجد اوروبا. هذاك الشخص ما كنعرفوش وما عنديش عليه شي فكره، لكن الكلام اللي غنقول دابا، الهضره اللي غنهضر عليها الان، غنهضر على واحد الهضره من واقع تجربه عشتها تقريبا. انا الان هنا في اوروبا تقريبا جيت 2012، 10 سنوات في اوروبا، وزيد عليها واحد 5 سنوات عشتها في امريكا، يعني تقريبا تجربه ديال 16 17 سنه تقريبا ديال التجربه في هذا الدومين، في هذا الدومين ديال العمل الدعوي والعمل الجمعوي، العمل الدعوي والعمل الجمعوي. ويعني الكلام ديالي ما غاديش يكون من فراغ، ما غاديش يكون من فراغ. طيب، اول شيء غادي نهضر عليه، لا شك ولا ريب ان اهلا سي عزيز، اهلا الغزال، ماشي مشكله غادي يبقى في الصفحه. لا شك ولا ريب ان المهاجرون لما استقروا في بلاد الغرب من المسلمين أو المسلمين الذين ولدوا في بلاد الغرب، لا شك ولا ريب أنهم يبحثون عن ضمان للأمن الروحي، وأيضا ضمان لاستمرار التدين الإسلامي والثقافة الإسلامية في أسرهم وعائلتهم من خلال المسجد، لأن المسجد هي المؤسسة التي تقوم بواحد الشكل نقدر نقوله مكثف بهذا الدور. ربما دور المسجد في بلاد الغرب تيبان بواحد الشكل كبير أكثر مما تيبان لك وانت عايش في بلاد المسلمين. حنا مثلا حتى فاش كنمشيو مثلا للبلاد، كنمشيو للبلاد صحيح انت كتمشي للجامع كتصلي كتسمع الاذان، لكن وحتى فاش انت عشتي مثلا، انا دراستي وقريتي كانت في المغرب، فداك مركزيه المسجد ومحوريته ما كناش كنحسوا بها وحنا عايشين في بلاد المساجد كما كنحسوا بها وعشناها وكنعيشوها مثلا هنا في اوروبا. نعطيك مثال، مثلا حنا هنا مثلا في الحي اللي كنسكنوا فيه هنا، او المدن هنا مثلا، في اي اغلب المدن هنا الغربيه اللي فيها جاليه مسلمه، تتلقى ان موضوع المسجد وموضوع الامام هو حديث الناس حتى في مجالسهم الخاصه. بمعنى تتلقى مثلا الاب كيهضر مع مرته مع ولده، تيعرفوا الفقيه، تيعرفوا منين جا وسميتو، يعني لان هذا الشيء غادي نفصل فيه بعد لحظات. انا مثلا الدور اللي كنت ساكن فيه ولا بعض المرات كنعرف كاع سميت الفقيه، كنعرفو غير بالشوفه، واضح؟ اذا هنا دور المسجد تيبان بسبب الاحتياج الكبير هذا السي ابيد، اتضحكني السي عبد الله، اتضحكني دابا راه ما غاديش نكمل. سي عزيز حياك الله. المهم،
طيب خلينا في الموضوع، الدور ديالو تيبان بواحد الشكل كبير. احنا في المغرب مثلا، في المغرب كتلقى ان اماكن اجتماع الناس والبث في القضايا، ولا مثلا ذاك الانس الذي يحس به كبار السن او كذا، متفرق في كثير من الاماكن. كاين القهوه، كاين في الساحات العموميه تحت الحيوط تيلعبوا بارشي، تيلعبوا داما، السواق، الفيرمات، البحاير، المهم كاين وزعت الادوار على مجموعه من المرافق، مؤسسات، مدارس الى اخره. هنا بالنسبه للجاليه المسلمه، هنا المسجد يقوم بدور اللي هو روحي، ياك، تامين وضمان الصلوات الخمس، ثم الجمعة، ثم المناسبات الدينية، ثم الأعياد، ثم الأعراس والولائم والعقائق والصدقات والزواج، المشاكل الأسرية، المشاكل الزوجية. تيكون الدور أو تيكون العبء ثقيل وكبير، خاصة أن المدن ما تيكونش فيها ذاك العدد الكبير اللي موجود في بلداننا. كيكون واحد العبء ثقيل. نهضر انا تجربتي المتواضعه، تجربتي المتواضعه، نعم صحيح، تجربتي المتواضعه، يعني انا غير اليوم والبارح والبارح والبارح، راه ما غاديش نعدد لكم عدد الناس اللي اون مينوت سيل فو بلي، اسكو جو بو فو بارلي كيلكو مينوت، واش ممكن نهضر معاك 5 دقائق، عندي واحد المشكل، يعني 1 2 3 4، يعني كل صلاه عندك بغيتك في واحد الموضوع، بغيتك في واحد الموضوع، وتتشوف المواضيع كثيرة جدا كثيرة جدا، وهذه للأسف واخا هذا ماشي موضوعنا، لا يدركها كثير من مسؤولي المساجد هنا، ولا حتى من أبناء الجالية، اللي هو بنفسه غادي يحتاج لك في واحد اللحظة، ولا ولده غادي يحتاج لك هو براسه، تيقول لك تيصلي 5 دقائق، الجمعة فيها نص ساعة، كيحسب لك شحال من دقيقه درتي فيها الخدمه ديالك انت كامام، وتيبني عليها الراتب ديالك، تيقول لك مزيان الصلاه فيها 5 دقائق، 5 مضروبه في 5 شحال، 5 25 دقيقه، مزيان. هنا السميك في فرنسا شحال هو السميك للساعه؟ السميك هو نقولوا 9 اورو، 10 اورو، 25 دقيقه، ما خصكش تخلص، خصك تخلص 25 دقيقه، 25 دقيقة مضروبة في 7، غير بني عليك خصك تخلص 5 أورو في الشهر، في السيمانة إلا حسبتيها، فهمتي داك الحساب الغبي الأحمق. لأن فرق بين نعم كيحسب لك نعامس تدويرة اللي هو كيتخيلها غتشدها نهار تتمشي لشي مناسبة، كتخلص المازوط على حسابك، والطرق كضربها على حسابك، كضرب 30 كيلومتر بالسيارة، بسيارة كتطلع في الجبل نعمس، وكتمشي وتتنشط الناس نعمس يدي، وتدير لهم المسائل ديالهم، لانه لولا الامام ما غاديش دار ديك المساله، ما غاديش دار، اوكي، وفي الاخر كترجع، فهمتي، وما كتطلب حتى شي حاجه، لانك لن تتسول الناس ولا تحتاج الى صدقاتهم بطبيعه الحال، ولكن على الاقل سيخلصك المازوت ديالك. والاخر الغبي الاحمق تيحسب لك راه تعشى في الفيلاج الفلاني، راه دبر على واحد 50 اورو 50 اورو خسرتها في المازوت. نرجع للموضوع الاساسي. المهم، فبالتالي هاد الامور كلها ماشي كتكون منصبه على شخص واحد او مركز واحد او مسجد واحد، بالاضافه الى مثلا تعليم اللغه العربيه، تعليم الدين، انشطه ترفيهيه، خرجات، رحلات، يعني كيكون داكشي مهم جدا. نسبة كبيرة من كيتسنطوا الآن راهم عايشين في أوروبا وعارفين هذا الواقع، عندهم وليداتهم وعندهم أسرهم، راه كيعرفوا هذا الواقع مزيان. وعليه غتنتشر ظاهرة بناء المساجد بواحد الشكل كبير بسبب الحاجة. دابا الآن في هذه اللحظة اللي كنهضر معاكم كاين مساجد موجودة، ولكن هذه المساجد لا تكفي حاجية الناس. وفوق من هذا الشيء، وده موضوع آخر، صار هناك واحد الخصص كبير جدا جدا في الإمامة وفي الأئمة، فهمتي، واحد الخصص لن تتصوره الآن دابا كان في هذه اللحظة اللي كنهضر معاكم، والله الذي لا رب سواه،
بشكل يومي، بشكل يومي نتلقى عروض نتاع مساجد تحتاج إلى أئمة، خاصة في فرنسا. و هذوك العروض، العروض كيكتب لك نعم سيدي اوفر امبلوا امام نقطتان، بغينا تك 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 يطلبوا المتطلبات والحاجيات التي يريدها اولئك الناس، تلك الجمعيه او تلك ذلك المركز، تلك الشروط التي يبحثون عنها والمتطلبات لو حطيتيها في القرضاوي ما غاديش تلقاها فيه. انت القرضاوي، الشيخ القرضاوي رحمه الله، ما غاديش تلقاهم فيه. فهمتي عبد الله، راه الفرق بين امريكا واوروبا، راه الفرق بين بين السماء والارض. انا راه عشت تماك وشفت الفرق، لا من حيث الرواتب، لا من حيث الاحترام، لا من حيث. نقول لك علاش السي عبد الله، عطيني علاش السي عبد الله، لان في امريكا اغلب الجاليات ماشي مغاربيه، ونكون معك صريح، اغلب الجاليات ماشي مغربيه، وانا غنكون معكم صريح لابعد الحدود. اسوأ الجاليات في التعامل مع هذا الموضوع ديال الإمامة هم المغاربة. يكذب عليك شي كذاب، المغرب بلد الحفاظ، المغرب بلد القرآن، المغرب بلد الفقه المالكي ومنش عارف ايه. المغاربة من أسوأ الناس، وهذا كلام أغلبي، كلام أغلبي، ماشي كلي، لا أعمم، ولكن كلام أغلبي، هذا هو الواقع. شتي جيراننا الجزائريين، جيراننا ياك، انا بحكم التجربه، انت ليسوا كسوء المغاربه في التعامل مع هذه القضايا. الحقره عندنا بواحد الشكل ما تخيلش، الحقره بواحد بالمنطق لا يفهم. ورثنا ذاك الحسد وذاك الفضول وذلك النوع من الخبث عند كثير من الناس. فهمتي الهنود، الباكستان، المشارق، شي المشارقه، فهمتي، رغم ما في محتوى من المساوئ كالمغاربه، الا انهم لن يصلوا الى مرتبه المغاربه في التعامل مع الائمه، وراه نعتكر مثلنا في اوروبا. المهم ما عنيناش. فبالتالي عدد المساجد لا تكفي حاجيه المسلمين هنا في اوروبا، وهذه المساجد ليس فيها ائمه، كاين هناك خصص كبير جدا. دابا كتمشي للنور ديال فرنسا، كتمشي لبادكالي، كتمشي مثلا لاوت سافوا، كتمشي فيما مشيتي كتلقى المساجد تشتكي تحتاج الى ائمه. خاصه ان الان فرنسا يعني مزير في موضوع يعني في قضيه استجلاب الائمه، هذا يعني سي فرنسا راه في الموضوعيه متشدده جدا، بالاضافه الى ان الجاليه تحتاج الى ائمه بلا، كيتكلمون العربيه ويتكلمون الفرنسيه، وهادو راه ما كاينينش، ما كاينينش. كاين واحد القاعده في الماركتينغ، هو انه لما تيكون العرض قليل والطلب كثير، ياك العرض قليل والطلب كثير، جاوبوني نتوما شنو هي النتيجه، كيفاش كيولي داك العرض قيمته. كنسولكم الان، حينما تيكون العرض قليل والطلب كثير، عندي واحد السلعه نعماس قليله، ارغان، الارغان، ارغان دابا تيدير 40 اورو، كيدير 50 اورو، علاش؟ حيت قليل، حيت كاين الجفاف، السعر طلع. انا عقلت ارغان كنشرو ب 3 اورو، شحال هادي، املو كنا كنشرو سميتو، من بعد ولينا كنشرو ب 8 اورو، 3 اورو، 5 اورو، 10 اورو، 12 اورو، 25 اورو، 50 اورو دابا الان، فهمتي؟ مزيان. المهام، والمهن القليلة ومطلوبة، الصالير كيطلع. بريطانيا من بعد البريكزيت الصالير نتاع سائقي الشاحنات زاد بواحد 30% حتى 40%. علاش؟ لأنهم صفطوا الناس ديال أوروبا الشرقية ولا عندهم الخصاص. أوكي، الناس اللي كيخدموا مثلا كيسوديو، كيسوديو الحافي السفن، ويخدموا في الماء في البحر، ها، وتيخدموا في اللي كيخدموا في الاسكا، عبد الله اللي مشاو يخدموا في الاسكا كيصيدوا الكراب، ويخدموا في دوك الباطوات، ها، كيتخلصوا 3000 4000 دولار للسيمانه، مزيان. اوكي، الا هذا الموضوع، فبالتالي انت تريد
أناسا متنورين، الله كيجيب لك واحد متنور يتكلم العربية يتكلم الفرنسية عنده تجربة مثقف، فهمتي، أنا كنتكلم بصفة عامة، ثم يعاملونه فهمتي كما، ولكن ما فيهاش الطقس يا سي عبد الله، الطقس ماك راه طايح في ألاسكا ما عيناش، يعاملونه كما يعاملون من هب ودب، وهذا في منطق المغارب للأسف ساري بواحد الشكل كبير جدا. المهم بعد هذا التوطئ اللي كنقول الآن وهذا الكلام اللي كنقول، أكيد أنه مجموعة من الناس كيقوموا بجمع التبرعات، جمع التبرعات من أجل بناء المساجد وبناء المدارس. احنا ديما كنغوتو وكنقولو ان الاشتغال الاكبر ينبغي ان يكون على الانسان من بعد ما كان الاشتغال على البنيان، ويكون الاشتغال على قضية التعليم. لما كنقول قضية التعليم، لانه قضية الصلوات الخمس والشعائر التعبدية في الحقيقة ليست هي المشكل. المشكل في الحقيقة هو واقع أبناء المسلمين سواء كانوا مهاجرين أو كانوا أبناء البلد من الذين نشأوا هنا في أوروبا، واقع حياتهم وواقع معيشتهم تبين على أنه كاين واحد الإشكال كبير تربوي، إشكال كبير ثقافي، إشكال كبير في الوعي، إشكال كبير في قضية الانتماء، إشكال كبير هوياتي. وهذا الإشكال باش أننا نعالجوه ونصلحوه، ونحن ندعي أننا ننتمي لدين فيه الإجابة على كل الأسئلة، أنا ما أظن شيء أنه فقط بأن يصلي ذلك الطاعن في السن صلاة الصبح وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء سوف نجد حلا. هذاك الحاج غادي يصلي إما في الدار إما في الجامع إما في الكراج، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. الإشكال هو شحنا تنقوم بالدور ديالنا في تأطير وإرشاد وتعليم وتثقيف أبناء المهاجرين أو أبناء أنا ما كنبغيش نسمي المهاجرين لأنهم تولدوا هنا. كتلقى دابا الآن هاد الأجيال اللي عندنا هنا، فهمتي، هاد الأجيال اللي عندنا باباتهم راه تولدوا هنا. دابا الدراري اللي كنقرر دابا انا عندي باباتهم تزادوا هنا، اوكي، يعني ما تسميش مهاجر، هو ابن ابوه ليس مهاجرا، اوكي. فبالتالي لما كتقول مهاجر ما كيكون داك التمايز وداك الانفصال، ما كاينش انفصال، فهمتي، حتى هو راه كيحلم بالفرنسي، كيحلم بالسبني ولا كيحلم بالانجليزيه، راه تلقاه فرنسي اكثر من الفرنسيين، فهمتي، غير هو مسلم. فبالتالي هنا خص يكون الاشتغال، الاشتغال على هذا الامر، بناء المدارس. ولما كنقول هنا مدارس قصتكم بالدور ديالها اللي كتبان نتيجته، كتبان نتيجته لا على مستوى الاخلاق، لا على مستوى الافكار، لا على مستوى الوعي، لا على مستوى ماذا، طريقه التفكير، فهمتي، باش تنشئ اجيال ما عندهاش، فهمتي، ما عندهاش كما تنقولوا نوع من التيه والضياع، فهمتي. المهم واش باش يذكر المركز اللي كنت فيه هنا في بدايه مجيئي لفرنسا، كنذكر في 2014 2015، وجمعت الشباب 13 عام 14 عام مراهقين، وفتحت معهم بعض المواضيع. انا كان الدور ديالي نعلم القران واللغه العربيه، اش كندير انا طريقتي شويه خاصه في التعليم، صحيح كندير الدور ديالي كنقوم بالمقرر، ولكن يتخلل ذلك حوارات متعلقه بحياتهم. مثلا كنسول فين كتقرا، واشنو قريتو، اللي كيقراو في الكوليج اشنو مثلا الاشكالات اللي عندكم، فهمتي، ماشي انا كنسولهم باش نستافد، كنقول لهم انا افيدوني، وكنناقش معهم بعض المرات المقررات، اش كتقراو في التاريخ، اش كتقراو في الثقافه، اش كتقراو في هذه الى اخره. فجبت معهم موضوع متعلق بالجنس، فتحنا موضوع ديال الجنس، تخيلي معايا الفقيه تيهضر مع الطلبه ديالو في الجنس، فهمتي، تنتكلموا على الجهه هكذا، اون بارلي دو سيكس، اون بارلي دي رولاسيون سيكسويال، اون بارلي دو لا ماستورباسيون، داكوغ. اي لو بروبليم كانوا دوك لي جون تيتصنتو ياك، اي حنا عرفنا واقعهم،
كما هو الحال حتى في المغرب، يعني دابا الشباب ديال 13 14 سنه راه هو هو داك الشيء اللي تيعرف انت ما كنتيش كتعرفه قبل ما تتزوج بسيمانه. شتي حنا ولا الاجيال المعطوبه دابا داك الشيء اللي كيعرفوه دابا في 13 عام و14 عام ولا كيعرفوه في 12 عام بسبب هذه المصيبه، كيعرفوا داك الشيء اللي انت قبل ما تتزوج بيومين الله كديباني فيه. ومع ذلك كاين واحد الانفصام. اشنو هذا الانفصام؟ الرجل المغربي او المغاربي او العربي او المسلم هنا في اوروبا ياك سي عبد الله اش كيوقع له؟ بحال التليفون، شي التليفون ولا بحال شي ابليك بحال شي بروغرام، بمعنى تيدخل الجامع كيتاكتيفا تيتاكتيفا عنه لو مود ميزولمون، فهمتي داك لو ريسبي اي بي سي في لي روغار ديالو سيدي الحاج سيدي الفقيه تيتاكتيفا، والحشوميه او شي حشومه شي حشومه من مخي فريغو حشومه صاحبي استغفر الله. اوكي اون فوا كيخرج من المسجد كيهضر فهمتي كيتاكتيفا لو مود ديال الواقع ديال الكوتيديان فهمتي يعني عادي. فلما اون ابوردي هاد لو سوجي ساشون كو الي ابوردي دون لي زيكول، الثقافه الجنسيه كتقرا في البريمير كتقرا في الكوليج كتقرا في الليسي ياك، لكن الاشكال ان يتم الحديث عنها من في مسجد من طرف امام. تكلمنا على العاده السريه وفصلت فيها كنشرح لهم في بعض المسائل وكان نهضروا بدو يضحكوا باش كتضحكوا فهمتي ما عليناش بقينا تنهضروا. ولكن الصراحه كثير من الاباء يعني عجبهم الحال، قالوا الناس هادو اباء اللي هما شويه قاريين قالوا زعما الله يعطيك الصحه هذا الموضوع هضرتي مع الشباب راه مزيان فهمتي، لما كيسمعوا هذه المواضيع من شخص اللي عنده خلفيه ثقافيه اسلاميه ودينيه راه مزيان، بعد على الاقل يعرفوا وجهه نظر الدين شنو كتقول. لما كنقول وجهه النظر ديال الدين ماشي وجهه النظر العوجه، لان بعض الناس كينظروا بعض المسائل الفقهيه نظر الاعور، تعرف العور كيشوفها بواحد العين كيبان له غير واحد الراي ما كيشوف الاراء الاخرى، ما كيعمش القواعد الفقهيه ولا يعمل الاختلاف السائغ في هذه القضايا ويجعل الخلاف فيها من باب الخلاف بين اليهودية والنصرانية والإسلام. ما بيش ندخل معكم في التفاصيل لأن كاين بعض التفاصيل التي لا تعجب كثير من الناس. مزيان المهم هنا نرجع لديك الفكرة ديال جمع التبرعات. فأول مرة أنا كنشارك في هذا الموضوع ديال جمع التبرعات شاركت به فاش كنت في إسبانيا في 2012. حنا كان عندنا المسجد كنت فيه إمام الريوش في إسبانيا في طراغونا، ولكن كان عندنا مشروع مدى لمدرسة، فأنا وافقت نخرج باش نجمع الفلوس وجمعنا وسافرنا. أول مرة سافرت لألمانيا، سافرنا إلى ألمانيا في 2012 درنا جيرونا خيرونا لفرانكفورت، كانت أول رحلة لي باش نجمع الفلوس. كانوا مواعيد مسبقة وكانت المواعيد كتخد على عامين ثلاث سنين باش تاخذ موعد ديال الجمعه، تاخذ جمعه يعني تجمع فيها للمركز الاسلامي او كذا كتاخذها على 4 سنين 3 سنين عام. اوكي فمشينا لفرانكفورت، مشينا مسجد التقوى، مشينا مسجد بلال، مشينا مسجد طارق بن زياد، مجموعه من المساجد. كانت اول تجربه وكانت جميله. التجربه الثانيه كانت في 2013، مشيت لفرنسا بلجيكا وهولندا. اوكي وشي بشي يذكر كنت في احنا في طريقنا لبلجيكا طلبت منهم هبطوا لباريس ودخلنا لبعض المساجد ومشينا لواحد المسجد فيه الشلوح فيه ناس ديال ورزازات ناس تاع ورزازات تاع زنخت، ومشيت هكا باش كنمشي بجلابتي المغربيه وبسميتو. مشيت عند المسؤول قلت له واش ممكن ناخذ معكم موعد، حنا مركز اسلامي في اسبانيا وعندنا مشروع ديال المدرسه وبغينا ناخذ معكم موعد، وفي نفس الوقت الموعد راه عندك واحد عامين غادي يوصلك، وفي نفس الوقت كطلب منهم تجمع بين المغرب والعشاء باش تخلص الترونسبور ديال الرحله وتجمع شي بركه لذاك المشروع. فاول كلمه قال لي نحن ما كنعطيوش المواعيد لاصحاب اسبانيا واصحاب ايطاليا، هكذا قال لي حنا ما كنعطيوش مواعيد لاصحاب اسبانيا واصحاب ايطاليا فقط اصحاب فرنسا. طيب وبدا كيوريني المركز وما عندهمش الفقيه 2013 ما عندهمش الامام باش تعرف الخصائص ديال الائمه. كنشوف هنا الى اخره كنهضروا شويه. يجي واحد ولد سيدي بيبي هو المسؤول على هو التريزوري ديال لا موسكي،
السلام عليكم بخير بخير نهضروا بالشلحه. قال لي منين انت؟ قلت له من ايت من اللول. قال لي شنو خصك؟ قلت له ودي حنا بغينا نجمعوا اذا جات على خاطركم بين المغرب والعشاء وفي نفس الوقت ناخذوا موعد. قال الموعد نعطيكم الموعد ماشي مشكل. قال لي هاك بالشلحه. قال لي ملي غديتي واش نايت من اللول؟ مرحبا. قال لي منين انت وليدي؟ من صافي الله يسامح. شوف المعرفه يعني القبليه. قال لي ماشي مشكل. قال لي وجمع الى سيدي بغيت تجمع ماشي مشكل. فصافي صليت العشاء وهضرت بالشلحه وبالعربيه وبالفرنسيه. جمعت 1200 اورو 1200 اورو بالتمام والكمال. عرفتي هما صحاب الجامع قالوا والله الذي لا رب سواه ما كنجمعوش نهار الجمعه. الجمعه ما تيجمعوهاش. جمعوا هذيك ديك جمعنا ديك الليله. لكن شنو هو القانون حنا عندنا في جمع التبرعات؟ اول حاجه كدير داك المال اللي كيتجمع داك المال اللي كيتجمع المسؤولين ديال الجمع هما اللي كيحسبوه ماشي انت. هما تيحسبوه وفاش تيحسبوه هما كيعطوا لك واحد لو روسي تيعطوك واحد التوصيل. داك التوصيل فيه ماذا؟ فيه العدد ديال الاموال التي جمعت وفيه الكاشي نتاع المركز الاسلامي فهمتي. وانت قبل ما تخرج وهذا المفروض منك في اسبانيا انك كتاخذ واحد لوتوريزاسيون من وزاره العدل. كتاخذ واحد لوتوريزاسيون علاش؟ باش الا وقفوك السلطات في الطريق يكون عندك ماذا واحد الوثيقه اللي هي كتسمح لك انك تخرج للعمل تبرعي لجمعيه جمعيه خيريه جمعيه احسانيه ثقافيه ليست هي يعني جمعيه ذات نفعيه. المهم جمعنا ديك البركه مشينا لهولندا مشينا لاوتريخت مشينا لامستردام الى اخره. ولكن كان الغرض ماذا؟ الغرض في ذلك المركز والمدرسه. والله احيانا يعني كنعسوا في السيارات. انا نعس في السياره في البرد نتاع انتويربن. انتويربن في قلب البرد في قلب البرد تنعس في السياره انت علاش؟ كان بامكانك انك بدوك الفلوس ديال التبرعات تاخذ واحد المقدار تمشي للاوتيل لان انت والعاملين عليها فهمتي. انا الان خارج وما مخلصش على هذا الشيء ولا اخذوا عليه اجرا. كان بامكانك مثلا انت حنا كنا شي خمسه ديال الناس نجم نهزوا الفلوس من 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 تلك الاموال ديال التبرعات ومشي للاوتيل ولا كان حقه في ذلك اصلا. لكن لا تتعش في السياره كتاكل الخبز معطون الفرماج الزويتنات يعني قضي الغرض. نعم فبالتالي العمل بهذا الطريقه هو اللي قاموا به كثير من الناس وبنوا به مساجد وتبنت مدارس انتي. ولا احد يشك في نواياهم. لا احد ينبغي ان يشك في نواياهم. لكن هناك نوع من الناس هذوك الناس يشترطون نسبه معينه في جمع التبرعات ومعروفين انتي بعد على الاقل فيهم الوضوح. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه واش هذا عنده مسوغ شرعي ولا لا؟ كل واحد واش غيكون الجواب ديالو. انا من جهتي انا لا افضل ذلك ولا اقبله وافضل ان يكون هناك نوع من تمايز ما بين هذاك الانسان الذي يقوم بالعمل الاحساني والخيري وما بين ماذا المقابل فهمتي. المهم هذا موضوع فيه مجموعه من من مجموعه من النقاط اللي هي قانونيه عرفيه ثقافيه دينيه ماشي سميتو. لكن بعض الناس اتخذوا هذه مهنه لهم. هذه المهنه بمعنى غادي نجمع مثلا واحد المبلغ بلاتي سي دابا سي عبد الله واش ما تبعتي معايا من الاول ولا لا؟ فكيكون الغرض ديالو مثلا كيجمع مثلا تيقول لك سيدي انا اي عمليه جمع عندي فيها 20% عندي فيها 15% واش هذه عندها مسوغه سي عبد الله ولا لا؟ فهمتيني؟ 20% نعم سيدي هاندا جمعت 300000 اورو وحسبها شحال هي 20% ولا 200000 اورو وحسب شحال هذيك. راه هذا كيتسمى لارجون فاسيل. هذا عمل سهل. الانسان راه عندك يومين غتطرودها يومين غتعرف تهضر تحفظ الادعيه تحفظ بعض الاساليب وبعض الصيغ وها انت مع الناس فهمتي. فبالتالي هنا كاين اشكال. هنا كاين اشكال. وربما ما عرفتش تبعتوا المشكل اللي وقع بين طارق بن علي واللي كانت تعتقل في اسبانيا واتهم بالارهاب. هذاك الشاب الملتحي الريفي اللي كان تشهر بداك المقطع ديالو مع العريفي في بلجيكا الى عقلته في
قديما راه تم اعتقاله، دوز مدة في الحبس، واتهم بالإرهاب، واتهم بمجموعة من الأمور. فالمقصود أنه من بين المشاكل اللي وقعوا له أنه جمع المرك واحد المسجد في خوده في هولندا، واتهموه بأن داك المال تجمع للإرهاب، فطالب المسجد باش يعطوا ليه ورقة وفيها شهادة بأنه جمع من أجل المشروع تاع المسجد. في داك الأول رفضوا، بمعنى رفضوا يوقفوا معاه. فهنا تم طرح السؤال، إذا لم تكتب تلك الشهادة فكأنك تريد أن تخبي مجموعة من الحقائق. فهمتي؟ لما انت ما تقدرش تكتب انك جمعتي مثلا 200,000 اورو ولا 300 ولا 200 ولا ما عارف شنو، علاش ما بيش تكتبها؟ علاش ما بيش تعترف بها؟ حيت غتكون متابعات قانونيه ولا لا؟ غتكون ملاحقه ضريبيه ربما. كاين مجموعه من الاسئله. يا عمو ما كيشدش السمسار العقارات في دبي. ويا ابن عمي انتي. اشوف دابا القضيه ندخلو في المعقول اكثر من نزيدوا في المعقول كما تنقولوا. خلينا من الجوامع، هادشي ديال الاعمال الخيريه بصفه عامه، هادشي ديال حفر الابار وديال الحقائب للاطفال واللي في الجبال الى اخره. انتي علاش؟ شوف انا لا اتهم احدا، ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه، كنعرف بعض الناس كانوا عايشين واحد الحياه معينه، كنعرف واحد الشخصيه مثلا كيعودوا لي عليها، كان يعيش واحد الحياة معينة وكان كيتقاتل باش يتشهر، وكنت متبعو ديك الساعات، كنت كنعرفو كيتقاتل باش يتشهر، فهمتي، وما لقى فين يدوز، عن طريق الحراك، عن طريق الشباب الملكي، عن طريق بعض الجمعيات الحقوقية في سويسرا، عن طريق السلفية المغربية المعاصرة، عن طريق التوابيت المغربية. المهم مسالك كثيرة جدا، وسبحان الله كثير من هؤلاء عصات سفارهم تقف عند الجانب الخيري. فهمتي كيفاش انسان كان عايش حياة طبيعية، عنده حياة عادية جدا، وفي ليلة وضحاها، اسمع، في ليلة وضحاها مادام انك تفرغتي للعمل الاحساني والعمل الخيري، كيفاش درتي الفيلا؟ فهمتي؟ المفروض ان الانسان اللي كيعطي وقته وتيعطي جهده للعمل الخيري انه ما كيكونش عنده الوقت للعمل، او لا ما عندكش الوقت للعمل. مزيان، تقدر مثلا في جمعيه خيريه الا غتخدم فيها كسالاري تيكون عندك واحد الصالير. انا عندي صديق ديالي هنا عنده جمعيه خيريه معروفه كتخدم في العالم، صديق ديالي كيصلي عندي وكيقرا عندي الى اخره، داير جمعيه، والجمعيه راه الفلوس اللي كيدخلوا راه ما تخيلش، فهمتي، راه المشاريع اللي كيديروا راه ما شاء الله، هما في اندونيسيا في السنغال كيجيو بزاف للجهه التاليوين جهه حاحا، هما دابا الان كاين في اندونيسيا مشاريع اللي هي ما شاء الله في افريقيا، لكن ديك الجمعيه هو خدام فيها دير كونترا وعنده سالير ديالو، السالير ديالو ديال خدمته، فهمتي، وداك السالير الفلوس ديالهم بوحدهم، داك السالير اللي كياخذ سي ان سالاري، سي ان سالير ديال خدمته ديال وقته، وما كياخذهاش من فلوس التبرعات، هذيك بوحدها عندها صندوق خاص به وكتقال، بمعنى كيدار واحد الصندوق خاص بالسالير نتاع الموظفين ديال هذه الجمعيه، لان الجمعيات راه كيكون يعني حتى في القانون عندك الحق انك تكون سالاري، اصلا اغلب المساجد في اوروبا راه عباره عن جمعيات، فهمتي، فكتبقى بعض الجمعيات اللي لما الانسان كيتفرغ للعمل، لان ما يمكنش انك تفرغ لواحد العمل خيري وانت ما عندكش مصدر رزق، فدير صالير، شنو اش مصالير فوق السميك بشويه، فهمتي سي عبد الله، شي السميك فوق منه بشويه عادي، فوق من السميك، بمعنى ياكل ويشرب يخلص الكرا ديالو لاجون دو بوش، وحياه طبيعيه بحالو بحال اي واحد هنا، السميك فوق منه بشويه، لما فوق منه بشويه ماشي فوق منه ب 6000 اورو، فوق منه بواحد 40 ولا 50 اورو، راه السميك في فرنسا 1200 فوق 300، هذا هو الصالير. مزيان، ولكن الفلوس اللي كيدخل للجمعيه راه بالملايير، راه ملايين ومليانه. فانت نفس الشيء تفرغتي لهذا العمل،
عندك جمعية مشهورة اوكي، فما بين ليلة وضحاها غتقول لي انا درت فيلا، راه ديك الخدمة، ديك الخدمة اللي كنتي خدامها قبل ما تدخل في العمل الإحساني والعمل الخيري، راه ما كتخولش لك انك تكون عندك فيلا، راه ما كتخولك حتى انك تشتري شقة في السكن الاقتصادي. فهنا السؤال يطرح نفسه، من اين لك هذا؟ فهمتني؟ علاش كاين واحد الحرص، شوف علاش كاين واحد الحرص كبير عند بزاف ديال الناس انهم يخوضوا هذا المجال بواحد النوع من بحال واحد النوع من الاستقلالية، بمعنى ماشي تكثيف الجهود، انا غادي من جهتي وانت من جهتك. علاش؟ علاش ما تتحد الجهود؟ علاش من الجمعية الفلانية تخدم ما تخدمش مع الجمعية الاخرى؟ يجتمعوا بجوج، لا خصني نخدم انا ونكون انا هو رأس الحربة، انا هو رأس الحربة، انا هو صاحب العمليات، فهمتي؟ علاش؟ وهنا من حقنا نطرحوا الأسئلة، وماشي من حق الإنسان يشكك في هذه الأسئلة التي نطرحها أو يتهمنا بأننا نتهم. من حقي أنني نتهم، من حقي نتهم، فهمتي؟ لما كنقول أنا كنتهم، ما كنتهم الشخص بعينه، أنا كنتهم الظاهرة، كنناقش الظاهرة، فهمتي؟ علاش؟ كما هو الحال بالنسبة للصراع اللي كاين هنا في أوروبا على المسؤولية على المساجد والمراكز. علاش؟ علاش إنسان أمي أمي نتي قبان كما تيقولوا صحاب الشمال، ها من القبابن ياك، جاهل لا يعرف حتى كيف يغسل مقعدته، وله حرص كبير على أن يتولى المسؤولية على واحد المؤسسة اللي كتسير شأن ديال الآلاف ديال الناس، وفيهم المثقف وفيهم الدكتور وفيهم العالم وفيهم وفيهم، وهو أمي وعنده صراع، وحتى هو تنتفخ أوداجه ها وتعتصر الكلمات في قلبه إذا تعلق الأمر بالتسيير، ونحن وحنا كنا هنا، حنا الأولين اللي درنا الأساس. علاش هذا الصراع؟ وعلاش كتلقى مثلا أشخاص كيبقاو السنوات الطوال، ما كيبقاوش ليك 6 شهور ولا عام ولا عام، كيبقاو 15 عام وهو مسؤول، فهمتي؟ علاش؟ ياك هو عمل تطوعي داخل في البينيفولا، لماذا هذا الحرص؟ ومشي الأمر متعلق بشخص ولا شخصين، متعلق بظاهرة منتشرة بشكل فظيع في أوروبا، بشكل فظيع لا يتصور. أذكر واحد اللقاء كان بين بعض من الرؤساء، هادشي في إسبانيا، رؤساء مساجد تم استدعاؤهم من لدن واحد المؤسسة حكومية في إسبانيا، فتم توزيع بعض الاستمارات لتعبئتها، 70% حتى 80% ما قدروش يعمروا، حيت أميين ما قاريينش، ما قدروش يعمروا ديك الورقة حيت ما قاريش، فهمتي؟ تخيلي معايا شنو غيكون الوقع ديال داكشي على هذوك المسؤولين. انتوما اللي كتسيروا شأن الجالية المسلمة، ماشي حشومة عليكم، فهمتي؟ راه نور الدين هنا، راه تيعرفني، كنعرف نور الدين صديق ديالنا، وهو ويعلم عما أتحدث. 70% من دوك اللي حضروا ما قدروش يعمروا ديك لاتيستاسيون ولا ديك لابليكاسيون، ديك الورقة ابليكيشن، ما قدروش يعمروها، ما قدروش، ما قارينش، أو لا لا. إذا إشكال، حنا كنتقدوا ومن حقنا ننتقدوا الواقع السياسي في بلاد عربستان وكلاخستان وجهلستان، كنتقدوا بواحد نوع من الأريحية، فهمتي، في بلاد قمعستان، في بلاد جهلستان، القضاء والأنظمة الدكتاتورية. والله لا يوريكم، لا يوريكم الدكتاتورية، انت على المغاربة ولا انت على المغاربيين ولا انت على العرب، فهمتي؟ وهنا في بلادي، في بلاد يقال أنها تتنفس الحرية، غتقول لي بلاد العرب أه؟ الواقع هو أصلا موبوء، والتنشئة موبوءة ياك، والتجربة الديمقراطية جديدة ماشي مألوفة، وطبائع الناس كما تنقولوا مطبعة مع ذاك الواقع. لكن هلا المفروض أنك جيتي هنا ستتطبع بطباع الناس، تعلم القانون، تعلم النظام، فهمتي، كاين المؤسسات، كاين قانون مؤطر، كاين مراقبة، ومع ذلك يأبى إلا أن يخرج ذاك الدكتاتور الصغير.
ذاك الديكتاتور الصغير يأبى إلا أن يخرج من جلباب أبيك. سأعيش في جلباب أبي، فهمتي؟ يأبى إلا أن تخرج ذاك التنين الصغير ذاك الديكتاتور. وتشوفوا الصراع بين التمثيليات والصراع ما بين أفراد الناس، فهمتي؟ الواقع هو هو، فهمتي؟ فهمتي؟ نراها حنا عندنا القذافة هنا، ماشي قذافي، حنا عندنا القذادفة. القذافي ومبارك والسيسي راه ما أكثرهم هنا، فهمتي؟ ويصلي معاك نعامة سي سيدي، ويتزاحم معاك، فهمتي؟ ويحضر، اش نقول لك، كلام طويل. المهم، فبالتالي نرجع لموضوع موضوع التبرعات. هذا الموضوع شوف ما تقدرش تتهم الا ما عندكش دليل، وفي نفس الوقت كاين اشكال، كاين اشكال، ما كاينش مراقبه. لما كنقول مراقبه هنا، هي هنا الدول، ما الدول هنا الغربيه كتحاول انها تتجنب ان تدخل في ما يقع في المساجد، فهمتي؟ من باب زعما عدم تدخل الدوله وعدم تغول الدوله في قضيه الجمعيات. ولكن راه لما كنقول هنا خص المراقبه، المراقبه باش دوك الاموال تعرف فين تتصرف. ايه ها هو نور الدين فكري، راه صديق ديالي، راه كان معايا في الريوش وكان خدام معنا في الريوش الله يحفظه، فهمتي؟ واحد المركز كنت خدام فيه في واحد المدينه كبيره كبيره، فيها جاليه كبيره. لما كنقول جاليه كبيره، راه كنقول لك راه دوله داخل الدوله. راه كتلقاها المغرب، الناس ديال الريف، الناس ديال الدريوش، عين زورا، ثلاثة بوبكر، ما شاء الله، يعني راك عايش في المغرب. يعني مدينة كبيرة، أوكي، وتجمعت أموال من أجل واحد المركز، وتبنى داك المركز، مركز في واحد المنطقة ديال الفيلات، أوكي. من بعد داروا فيه مؤتمرات، حضر فيه عندنا عرعور، حضر فيه فلان إلى آخره، مؤتمرات ودروس إلى آخره. من بعد الدولة غادي توقف العمل نتاع الجمعية في داك المبنى اللي هو التشرى، مزيان، ولكن كيبقى في ملك المسلمين، مزيان. وشكون هما المسلمين؟ الناس ديال ديك المدينه هما اللي شراوه بفلوسهم. ولكن ديك الجمعيه اللي مسيره داك البلاصه وقع عليها خلاف مع المدينه، فغادي ينتقلوا لمدينه اخرى ويحتفظوا بداك المبنى اللي هو المفروض ديال المسلمين. اش كيديروا فيها اسيدي؟ شطر لا فيراي، اللي عنده شي طوموبيل كيحطها تماك، اللي عنده خالو جا من المغرب كيمشي يعس تماك، ومضيعين واحد 15000 مسلم في مدينة، 15000 مسلم مضيعينه ومخلينه يعاود نفس العملية نتاع جمع التبرعات من جديد وبناء مركز جديد، ياك، وسير العمل ديال هولندا وسير الكويت وسير ألمانيا وفرانكفورت، ياك، وانت حداك واحد المركز قداشنا هو. صحيح ما عندكش الحق تستخدمه كمسجد ولا كمؤسسة، لكن تقدر تكريه والأموال ديالو تخدمها في مشاريع دعوية ومشاريع تعليمية، أو لا خص ينعس فيه غير فلان، ينعس فيه فلان حيت هو ولد عم من المسؤولية ديك الجمعية، فهمتي؟ هادو راه اللحية راه وصلت حتى النومبريل، حتى البوط، فهمتي؟ مع احترامنا للحية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتي؟ ويتزاه معاك في صلاة الصبح، ويتزاه معاك في القيام في التراويح، فهمتو؟ فالقضية مشكلة. ونهار يشوفوك أنت لابس السروال، فهمتي؟ يشوفك لابس السروال، أو الأخ شتو لابس السروال الطويل، فين هي السنة؟ أنت بان لك غير السنة في الفقير لابس السروال، أنت ما باش لك البدعة، البدعة ديال استغلال منافع المسلمين لأغراض شخصية، هاديك ما بانش لك، هادي ما بانش لكش أنك تكذب على دوك الكويتيين، وتكذب على دوك السواعدة اللي كيجيو في الدورات بين قوسين الدعوية، على أساس أنك مقيم في أوروبا. وانت راك مقيم في المغرب، عندك الفيرمات ديالك، وعندك المجزره، عندك مجزره، وعندك مشروع ليك في البلاد. فانت لما كتجي لاوروبا خصك تصلي صلاه القصر، ما تصليش صلاه الاباضه، ماشي مقيم. لا راك تصلي، راك مقيم، زعما انا راه مقيم هنا. راك كتجي غير فاش كيجي فلان، فاش كتجي جمعيه احد الطرد كتحضر وتزاحم معاهم. علاش؟ لان راه تجي الكرمومه وتجي الهمزه ويجيو كذا، فهمت؟ المفاتيح في دوما. ايه يا ودي، هو شوف، هو الظاهرة، ظاهرة المراكز والمساجد تحتاج الى واحد دراسة تشريحية،
هذه الدراسة التشريحية كتحتاج بزاف ديال المبادئ، تعرف المبضع الذي يستعمله الجراح، دي تحتاج إلى أدوات جراحية كثيرة. هنا خصنا نديرو تشريح للنفسية، نفسيتنا حنا كاملين، فهمتي، المغاربة والجزائريين والمصريين والتوانسة وكذا، فهمتي، واحد التشريح يكون مفصلي دقيق جدا، فهمتي، الهموم اللي جبنا معنا من البلاد، والمشاكل التي استوردناها. الناس كي يجيو من بلاد قمعستان إلى بلادي بين قوسين الغرب يبحثان عن الحرية وتخلصا من كل الماضي الأليم بين قوسين، لا، وتيجيبو معه، تيجرو معه، انت يجره معه، و يستورد حتى تلك النقاشات البيزنطية والخلافات السخيفة والعقلية الخامجة. العقلية الخامجة، عرفتي، واحد صاحبي قال لي، هذا فقيه، هذا قال لي هو الطوموبيلات مكارية هكذا هكذا، يعني هكذا، هو ساكن حدا الجامع، مكارية بحال هكذا، اوكي، صافي. الناس صلاو العشاء، خرجوا، ياك، في الصبح، ياك، غيجيو شي واحد من الجماعة غيلقاو الطوموبيل مكارية هكذا، بمعنى كتشوف هنا، وما يقولوا هاد الفقيه فين مشى هاد الليلة، الطوموبيل ما كانش حرك الطوموبيل مشى شي بلاصة، عام الله فين مشى تبسخوت وردوا لك البال الرواي فين سميتو، كيرد حضية الحضية الحضية بن عمي، الحضية بن عمي كان مقاري هكذا، شافوا الطوموبيل مقلوبة بحال هكذا، لا فين كان مشى، احسنت سي نور الدين، وي يا عبد الله، وي وي دار لهم التورية، فهمتي، قصة أحمد بن حنبل وخلق القرآن، لما كانوا كيمشيو عند هؤلاء الذين لا يتم امتحانهم من جنود السلطان، أتقول بخلق القرآن؟ تقول له أنا، تقول له ما قولك في القرآن الكريم؟ أهو مخلوق؟ تقول لهم أنا، لازم كتسولني أنا، هو تيقصد أنا مخلوق، لازم القرآن مخلوق، هو تيقصد أنا مخلوق، وتيقول له القرآن مخلوق؟ تيقول له القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى هذه كلها مخلوقة، يعني الأصابع مخلوقة، وهما كيسحب اليوم القرآن والزبور والتوراة مخلوقة، هي هذيك، أنا حلفت على الدولار، على الدرهم، ما حلفتش على الدولار. إيوا نعم سي نور الدين، كل من يطلب سلطة في التيسير في كرش العجينة. شوف أنا عندي هذه قاعدة عامة حتى في السياسة، حتى في السياسة، أنا لا أصدق شخصا من أفراد الناس يريد أن يتكلم باسم الناس، ويريد أن يتحدث عن هموم الناس، ياك، ويريد أن يخرج الناس من فقرهم ومن مأساتهم، وهذه العملية كلها ستجعله غنيا، وستجعله ثريا، راه ما يمكنش انت تقول لي انا غادي نولي نائب برلماني، ولا غادي نكون وزير، ولا غادي نكون مسؤول حكومي، ياك، وغادي ندافع على اولئك الناس الفقراء والبؤساء والتعساء، ياك، وانا ما عايش بحالهم، وما غاديش نقبل نعيش بحالهم وانا في تلك العملية نتاع الدفاع عليهم. لا، مجرد انك عندك حصانة وعندك راتب اللي هو مقسمه على 10، وغيبقاو اغنياء، وعندك تقاعد مريح الى ان تموت، وعندك، وتقول لي غتتكلم عن احوال الناس وهمومهم، مستحيل. فرق أن حرف فرقون أنك تدافع على واحد القضية وأنت جائع وأنت بئيس وأنت تعيس، ياك، وبين أن تكون يعني مرتاح وما خصك حتى شي حاجة، فهمتي، ما يمكنش، راه لا يعرف الشوق إلا من يكابده.
ولا الصبابة إلا من يعانيها. الإنسان الذي لم يعرف الحب ولم يعرف الشوق ولم يعالج آلامه ولم يعتصر قلبه فهو لم يعرف الشوق. أيوة نعم صحيح صحيح يا ابن عمي. وزيد 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 كلام طويل. كيقولوا الشلوح تيقول لك اش قالوا؟ قالوا لك سيدي يقوت ما يجران، يدروس ما يسن. داكشي اللي واقع كتير لكن قليل اللي عرفوا، قليل اللي عرفوا هذا ما كان. وفي الاخر تيقول لك لا راه خص هيكله سميتو والتأثير وكذا. ترى المشكل حنا عندنا بنيوي، داكشي عندنا متجذر فينا فهمتي. خصنا بحال شي طوفان، ماشي طوفان، بحال شي فهمتي، بحال شي ما عرفت تعاود التعزيله من جديد، ولا خصنا بحال داك التيه فهمتي، شي داك التيه داك ديك 40 سنه، 40 سنه تنيتي هنا في الارض اللي وقع قوم موسى فلا تسعى على القوم الفاسقين. ربما محتاجين ديك 40 سنه تاع التيه. قال لك سيدي العلماء تاهوا في أرض سيناء أو في صحراء سيناء حتى يموت ذلك الجيل، ذلك الجيل الذي يعبد العجل، ذلك الجيل الذي قال ادعو لنا ربك يبين لنا، ادعو لنا ربك بما عهد اللي في سورة البقرة سميتها، وإذا سقى موسى لقوم فقل ربي عساك حذر فموسى المسلمين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفيما وعدس وبصلها، قال ألا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهؤلاء استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، الله تعالى أعطى لهم المن والسلوى، وما بغوا سيدي الفوم والثوم والبصل والعدس. فهمتي هذه الأجيال فهمتي احتيج إلى إبادتها وإزالتها، فما كان إلا التيه تاه 40 سنة باش يجي واحد الجيل جديد، هذاك الجيل هو الذي سيدخل الأرض المقدسة. فربما هذا هو اللي خاص دابا. ربنا عندكم بحال هادشي اللي عندنا في سوس، وييها سميتو هادشي اللي كاين دابا. من هادشي كامل كاين شي بريكو نجيو نجمعو اخويا. انا شوف انا من نهار خرجت في 2012 و2014 جمعت كما قال عبد الحليم حافظ، توبة توبة كنت احبك تاني توبة، بس قابلني ما خصنا فقط طلبت المسؤولية بالمحاسب نهار يعرفوا بلي غير تحاسبوا على مسجد السير والله ما يطلبوها. قالوا إن فيها قوما جبارين صحيح. إيه نعم كان فيها العماليق ياك. يقال أن القوم الجبارون يقال أنهم هم الذين تركوا تلك الأرض واستقروا في شمال إفريقيا وهم الأمازيغ. لهذا من النظريات اللي كتقال أن الأمازيغ من أصول شامية، وهذا هو الصحيح على قول المؤرخين كما ذكر ابن حزم رحمه الله وغيره. القوم نعم سوى بعض التصوير حضرت على شي موضوع ونور الدين، انا عرفتك وتعرفتيني وبحكم انك كنت كتجي هنا جوا ديال خيرونا وكنت في الروش معنا تماك والاحتكاك ديالك مع هذوك الشلهبيه اكيد غادي توقف على مواضيع هادي الله يهديك. ويا سي عبد الله دابا المشكل، دابا السؤال الذي يطرح نفسه دابا هنا الجمعيه، شكون من يحاسبها؟ الجمعيه ديال تسيين المساجد في اوروبا المفروض هو القانون، المفروض هي الدوله لا بريفيكتور او لا، لكن ما كاينش متابعات، ما كاينش مراقبه، وكاين تسلط في الحقيقه، نوع من التسلط كانه نوع من تعرف ان السلطه فيها نوع من اللذه، اللذه النفسيه، واحد اللذه ينتشي بها كثير من الناس فهمتي، أدركوا ذلك أم لم يدركوه. فبعض الناس يريد أن يمارس تلك السطوة وتلك الحظوة، مجرد إعطاء الأوامر، مجرد أن تفرض بعض التوجيهات، راك تعطيك واحد النوع من التمييز، فهمتي، واحد النوع من الاعتراف، كأنك تثبت نفسك. راه هنا بعض، شوف غير مثلا تخيل معايا أنا كنهضر بصفة عامة بالمناسبة، فهمتي، مجرد أنه مسؤول ديال دولة تيقول لك مسيو
ديك موسيو اللي كيقول لك وكي يفو فويك فو راه حجم الانتشاء اللي كتوقع لبعض الجهال هنا راه غريبه، حيت السيد وحياته كامله مقموع، جاي من المغرب مدوخ مكلخ جاهل، ثم غيجي هنا غيستمر هذا الامر، فهمتي؟ فشيء طبيعي جدا ان ينادى عليك بمسيو من لدن رجل دوله ان تفعل في نفسك الاعاجيب، راه ستنتفخ، ستكون ابن بجدتها وعذيقها المرجب وجذيلها المحكك كما قال هذاك في سقيفة بني ساعدة، فهمتي؟ أنا ابن بجدتها وعذيقها ورجيبها وجذيلها عفوا، فهمتي؟ وي راه يقول راه عيطوا لنا نعم سيدي في 2005 اي جي تي موا كنت انا وكان مسيو لو بريفي مسيو لو مير وقال لي مسيو الفرفاوي يا مسيو كذا، فهمتي؟ وقلت ليه يي، قال لي وي داكور، فهمتي؟ كينقل لك الحوار اللي تقاد واحد 20 عام هذه بحال تيقول لك شي حديث من احاديث الاسراء والمعراج، فهمتي؟ كنوع من الاعتراف، هو نوع من الاعتراف للانسان الفاشل دائما يبحث عن قشة وعن اي نقطة بسيطة يجد فيها نوع من الاعتراف، لانه في قرارات نفسه فاشل، فهمتي؟ لم يستطع ان يقدم شيئا لنفسه اولا ولاسرته ولجماعته، عاد فهمتي؟ وتلقى الصراع فهمتي، والله الا داكشي دايحس والغبره داكشي تغلب وبكر، فهمتي؟ داكشي ديال عمرو بن كلثوم، اي يا ودي الا يجهلن جاهل علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا كما قال في المعلقه. ايوا نعم، الكلام طول فيه النعس. يلاه تهلاو في راسكم، ساعه سعيده، شكرا على التفاعل، حفظكم الله. السي حمزه حياك الله، السي عبد الله الله يرضى عليك، سيدي نور الدين، سيدي نور الدين كذلك، كاين نور الدين ديال خيرونه ونور الدين نور النت الصديق، سي عبد الله شكون مازال يهضر معايا هنا، كاع الشباب كاملين، الاخت هاجر، سي عزيز الغزال ممش جيتو مينو. فإن جماعة الأحباش تقرئك السلام. الأحباش راك في نربون دابا ولا؟ نربون، أربون أول عاصمة إسلامية في جنوب فرنسا، نربون هي المدينة التي فتحها طريق بن زياد وموسى بن نصير في مطلع في أواخر القرن الأول الهجري في 96. نعم أربونة، نربون الله يعطيك الخير سي نور الدين، الله يكبر بك. احنا قبلوا علينا، احنا تنهضروا، انا افكر بصوت عال، احيانا كنبغي غير نفكر وكنفتح الكاميرا كنفكر معكم، ما كاين لا وجه لا كنهضروا صافي، ارتجل واتكلم بنوع من التلقائيه، انا لا احب التزويق، فهمتي؟ ما اعتقده او افكر فيه اقوله، لا اجيد وضع المكياج ولا عمليه التجميل. ليلة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.